gestores da Exxon, Sicúlio, Paulo Correia, Guedes, Fondesman, Sei, Paulo, Ministres, Smoking, Lê, Cafeí, Exxon, Sicúlio, Mina Carrésmia, Oliveira, Exxon, Sicúlio, Mina Carrésmia, Guerreia, Retanção, Nhari, Alfredo Vincente, Norman, Roda e Yanni Mogher. E reverve nada, estresse. Mas aí o que Moda de água, até que vai subir, e cadê o avô do PSD? É que se nós não mandamos. Bicho. Então, vira, tá lá, é que se nós fomos ver aqui, que é Victor, e até o exemplo do Lê, o Kijman, o Edition, o Vincent, o Achor, o Acarano, e a Anifi, e a Zé, né? Até aqui da Fulvio, Lindo, Fogo, Obstique Menino, Obstique Menino, Extromit, é o Strongmit, é o Dropmit. Começa a mostrar e olha aqui, Ana da Hesse, que da Doutor, o Kijman, ele é um bilhão, rabo de dorma, que da Ziyada. Bom, mas Hesse de dorma Ziyada, o Hesse de Strongmit, ele é tipo da arte, ele compra, etc. Sainz da Condé é regular, o tempo é o que genera regularity, é o weekend, que é um regular successive for beats, a de rodas, plus da lenta, e a de fim, a noir, a de extra stool, e a de tempo é, e a de antóloga ali, a lobs regular, irregularity, ele é a fera, irregularity, um tosse, né? Aliás, é aí, um paizinho e outro anjo. Talán, Hagat, ele é o Mohamed Bardo, ele é o Investigation. Hagat, Dima, Ashraz, Miami. Talán, ele é o Shoft, o Balsa, o Deficit, o Extra Stool, ele é aí, ele é aí, ele é aí. برضو اي سي جي على ايكو على تي 3 على تي 4 على ماجنيسيوم، ماجنيسيوم ده حط عليه دايره مهمه جدا. وادي الاكسترا ستول زي ما انتم شايفين، يعني في اكسترا ستول الاولانيه، يعني الاي سي جي الاولاني. طبعا برضو احنا يعني بنذكرهم بحاجه حلوه في الاريزمي. الاريزميا اجمل شيء فيها رسم القلب ان هي مش مرتبطه بايد معينه الا يعني البند برانش بس هو ده اللي ممكن يعني يبقى لكن الاريزميا دي تعتبر نص اي سي جي يمكن او حاجه زي كده بتبان غالبا في اي حاجه اي ليه ما بقاش مقيد بالايد لكن اللي هي فيها ليدز انت بتحكمك شويه اللي هي تعتبر حاجه ريجونال انك انت تقول دي انهي ليد وبتاع تحدد اللي هي الفانكشن او السكيما لازم تحدد الليد اللي انت شايف فيها واخد بالك انت ازاي؟ طيب في بقى الاكسترا ستول اللي فوق دي في واحده فنتريكولر اللي هي الاكسترا ستول نمره 4 من فوق اللي بيميزها ان هي بيزار شيب كومبلكس يعني انت تحس ان هي كومبلكسات الاي سي جي اللي فوق على الشمال اول واحده ثاني واحده ثالث واحده كويسين وريجولر ونارو اللي بعدهم يعني وايد شويه عنهم شكلهم مقعبط يبقى دي ايه؟ اللي هي الفنتريكولر اكسترا ستول يعني كما هو متعارف عليه
ان الفنتريكل اكسستول عاده بيبقى ما فيهاش بي، مش مهم الحكايه دي خالص. تيجي تبص على اللي جنبها هتلاقي الاكسستول هي الكومبلكساء الرابعه جاي بعدها بوز باين جدا. طبعا الاكسستول هنا الميزه بتاعتها ايه؟ الميزه بتاعتها ان هي شكلها طبيعي شبه اللي قبلها وعادي. يعني ايه طبيعي؟ نعم. يبقى الفوكس جايه من الايه؟ لو جالك واحد عنده اكسستول انت هتتصرف معاه ازاي؟ هتقول له اعمل لي رسمه طلعت ايتريا، اول ما تطلع ايتريا تقول له يعني ما تقلقش خلاص يعني ما فيش داعي لحاجه خالص. بس انت تقول له ايه بقى؟ نام شويه، استريح شويه، خف البتاع القهوه النسكافيه السجاير. لكن لو هي مضايقاه واخد بالك انت ازاي؟ او في مره عملت تريجر، خلي بالك ان الاكسترا ستون دي يقول لك لا يا دكتور اصل في مره بتاع دي قلبت معايا بضربات سريعة جدا وقعدت ساعة ورحت المستشفى عشان تبقى عارف. طب وانت ما خدتش علاج بقى من ساعتها؟ لما قالوا لي خلاص بقى ما فيش. لا هي يبقى واضح هو ان الراجل ده لما يجي له اكسترا ستول بتكمل بتبقى باروكسيس الهيدرال. ساعتها ممكن اديله علاج، يعني مثلا ممكن اديله علاج زي ايه مثلا؟ وافضل حاجه للاكسترا ستون دلوقتي اللي هو في بداياته يعني الراحه، يعني العمل طبعا الانسان اللي هو الانسان لا يعمل اكثر من 8 ساعات. احنا عندنا مش كده، عشان كده انت مش انسان، مفيش انسانيه خالص. هتحس الحكايه دي بعدين، تحس ان انت تايه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف اعمل. طبعا دي مهمة قوي، وممكن تدي بيتا بلوكرز، ممكن تدي بيتا بلوكرز. طبعا الفرابانين ممكن يبقى بديل للبيتا بلوكر لو البيتا بلوكر كونتر اندكيتد، طبعا هو يعني مضايقاه، الواد متضايق، فاهم ازاي؟ الفنتريكلر اكسترا ستون نفس السياسه، يعني بص اول حاجه كده ان ابسنس كارديك ديزيز خلاص بقى. وانت قول له دايما انسى البتاع اللي بيجي، انساها بس، لان في واحد بيفضل مركز معاه كل شويه تقول لك جت البتاع جت لي تاني ويفضل قاعد. وبعدين يا عم انت هتقرفني كده، ايه الاكسترا ستون انت عرفني بيها؟ وبعدين بص بقى يا سيدي، البند التاني لو هي سيمتوماتيك ومضايقاه ممكن اديله حاجه زي البيتا خاصه. بيتا بلوكر دي حلوه في يعني ستريس انديوزد سايروكسكوزس انديوزد مايترا انفنتر كولابس انديوزد. طب لو هي بقى من النوع الخطير اللي هو البند التاني فريكونت مالتي فوكال، ده بنعتبرها خطر شويه، فدي ساعات بتصل الى مرحله بقى ان احنا مش هندي بيتا بلوكر بس او كده، لا ده انا ممكن اخش في الانبي والكورد هون اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا البيتا بلوكر عايز حد يقول لي المعلومه دي عشان يعني تبقى عارفين. من هو البيتا بلوكر الانتي اريستريك؟ اسمه سودا لول، هو جاي بعد شويه. يعني بس يا اخي اقول لك حاجه بصراحه بقى عن طريق التجربه الشخصيه والتجارب مع عيانين وبتاع، لا انتي اريستريك ولا زيف، ده دواء ابن كلب. انا بقول لك بقى خد منا خلاص الكلام حلو، خد السوبر، خد السوبر، اسمه ايه؟ انتي ارسمي بيتا بلوكر سودا لول. انا قلت اسمه ايه في السوق؟ بيتا كور، بيتا كور، هيجري كور يا حبيبي. وبعدين في بقى سيب الصفحه اللي بعدها، وات از دينجرس او سيجنيفيكانت اكسترا، يعني امتى انا اهتم بالاكسترا؟ طبعا انت عشان تجيب دي بتبقى عايز ايه؟ يعني انت عشان تجيب المواصفات دي افضل حاجه تكتب كده عشان هي مش مكتوبه ان احنا نحط له ايه؟ هولتر، نحط هولتر شويه ولا ايه؟
ايه رايك؟ قلت الاكس الصوت بقى انا لقيتها ايه بقى؟ فينتريكولار، لقيتها فريكوان، لقيتها مالتي فوكال. تمام، وقلنا فريكوانت يعني اكتر من 10 في الدقيقه، اكتر من 10 ايه في الدقيقه. وقلنا طبعا اتفقنا اليوم فيه يعني كده، يعني انت تقدر تقول ايه، حيث ان اليوم الواحد في 1440 دقيقه، يبقى الاكسترا طول مور ذان 10 بير مينيت، يعني اكتر من 14400 اكسترا طول في اليوم. فريق واحد بقى يعمل اولتر، فريق يقول لي كده انا عملت اولتر وكبني ان انا بيجي لي 4000 مره في اليوم. طبعا الرقم ايه؟ 4000 يا نهار اسود، ده كتير قوي. لا مش كتير، انا مش هبقى خالص، بس انت بس نام. بص صدقني، نام يا ابني، نام واتخمن شويه بس هتبقى مظبوط، وبطل بقى البتاع اللي عملته بص فيه طول النهار. ادي اللي عمله وشويه حاجات. طيب ده بقى انا بخاف عليه من ايه بقى؟ من هو يخش في التريك والتكارك، فساعات بيدي له ايه؟ قال له وادي مثال المالتي فوكال او بيسموها مالتي فور اكسسترول، دي جايه في ليد اثنين فوق اهي. اول كومبلكسايه والثانيه والثالثه زي الفل، الرابعه اكسترا ستول في التريكولار، الخامسه اكسترا ستول في التريكولار بوس، ثم انذر نورمال، ثم انذر في التريكولار اكسترا ستول. يبقى انا قدامي كام اكسترا ستول في الاي سي جي ده؟ كام؟ انت على فكره يعني شكلكم ايه؟ هتخليني ان انا ما اجيش تاني. يبقى عندنا رغم اننا يعني ناس قدام في المهنه الحمد لله، بس انا عمري ما كنت بروفيشنال خالص بقى، انا مش بشتغل بمزاج. كان كويس اديني نفسي اشتغل ليه؟ هو انا نظامي كده يا كابتن؟ اه والله الناس فاهمين ان انا عندي سيستم ماشي عليه، ان انا بحط برنامج، ان انا احط زمن، انا عمري ما مش هتسافر. انا ماشي كده وبشتغل والله العظيم، خلاص ماشي بمزاجك، ربنا بيسترها معاك. الحمد لله. فصحصحوا مع ميتيني عشان انا زهقت منكم، يعني انا فعلا عايز اخد اجازه كده عشان نبلع بعض شويه. فالمهم التلاتة دول كام اكسترا ستول بقى؟ تلاتة. والتلاتة ايه بقى؟ فينتريكولار، ومش شبه بعض. يبقى دول مالتي فوكال فينتريكولار اكسترا ستول. الاي سي جي بقى اللي هو نمرة بي اللي تحت، نمرة بي بقى اللي تحت ده شكله شيك. الاكسترا ستول ماشية ازاي؟ أول كومبلكساية اللي هو اللي تحت نمرة بي ده، اول واحده نورمال، الثانيه نورمال، الثالثه اكسترا ستول في التريك، بعدين واحده نورمال، واحده نورمال، الثالثه، يبقى واحد اثنين الثالثه، واحد اثنين الثالثه، دي اسمها باي جيمي. طب ليه انا اعتبرت ان دول نورمال ودي اكسترا ستول؟ كل ما كانت الكومبلكس كده نارو. هي دي تراي جيمي؟ اه يعني ايه اثنين لواحد؟ بس ما تقولش اثنين لواحد، ما تقولش اللفظ ده هنا، اللفظ ده هنا الاربعه. انا قلت باي جيمي ليه؟ الله شفت ليه؟ نفسي مسدود. يبقى الاولى والثانيه والثالثه، انا قلت ايه؟ واحد اثنين والثالثه. واحد اثنين والثالثه يبقى ترش. اللي فوقيها بقى شايفين الكومبلكس القصيره دي؟ نور. بس يعني هي وزعه بس طبيعيه. حاجه كده محبه بس يعني نارو يعني وملمومه كويس. يبقى بتاع الهبله الطويله دي الاكسترا ستول،
ادي الاولى والثانيه، الاولى والثانيه بدي باي جيمني، وقلنا الباي جيمني دي مشهوره في مين؟ في التشيستوس. فانا اقدر بقى ايه اقيم ده اكس ستول، لا ده اتريال، لا ده فينتريكولر، طب هل هي دينجرس شويه؟ هل لا؟ طب خد بيتا بلوكر اسرع شويه، فاهم ازاي؟ حاول تبعد شويه عن حماتك، حاجات زي كده، لان دي حاجات بتبقى تريجر فاكر. نيجي بقى جميل على البريدي كارد، لان البريدي كارد الساينس دي اي كلام، بيبقى الاس نود يا دكتور اقل من 60، طبعا تبقى ريجولار وزي الفل، يعني اقل من 60 كده واكتب ريجولار، يعني كده ريجولار. بس سلام يا ولد. طبعا دي بقى بتيجي في الرياضيين، تيجي في الرياضيين زي انا، وتيجي في الناس اللي بتنام كتير زيهم، يعني في ناس بيفضل ينام لحد ما يحط رجلي بقى 20، بجد صحيح لحد ما خلاص. وفي ناس بيجي لهم دي في تي من النوم على فكره، حاجة غريبة جدا. الاوبستراكتيف جونتس يا شباب بتعمل ساينس بريديكاردي، بيقولوا انهبيتور على الاس ان او وبتعمل اي في بلوك. برضه الحاجات المهمة جدا هايبوثايروديزم، وما تنساش الانكريز تنشن. وانا قلت لك كذا مرة الانكريز تنشن يعلي السيستوليك او يعلي البلاد بريشر، ستس ستوري ويوطي الهارت ريت، عشان ساعات بتيجي جوه البروبلم كده يقول لك هو ليه الهارت ريت واطي وليه الضغط عالي؟ بيبقى العمليه فيها بروبلم يعني كده. كيكا بيكتشر بتبقى عاده اسيمتوماتيك، النبض اقل من 60، الضغط ما فيهوش حاجه، ما فيش حاجه. طبعا قلنا هنا الانفستيجيشن هنعمل رسم قلب. طبعا انتوا شايفين برضو، بص كده على رسم القلب، عد كده كام مربع كبير كده ما بين تو كومبلكسز، اول اتنين كومبلكسز عد المربعات اللي ما بينهم، 1 2 3 4 5 6، 300 على 6 فيها 50 بريديكارديا. بس انا شايف بي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، يعني شكلها ما اقدرش اقول عليها الا انها ساينس. والعلاج بقى عالج السبب، هنا العلاج عالج السبب، عالج السبب. في بقى حاجات يقعد يدوا اتروبين وبيتا جلوكاجونست وكلام فارغ كده، انت عارف ساعات بتوصل في ايه؟ ساعات بيبقى الديزيز في الاس نود نفسها تلاقي نبضي 45، طبعا 45 انا قاعد حلوه، طبعا عايز اجري بقى، تيجي تجري ما يزيدش، محتاج بيسميكر، بص تخيل توصل على فين يعني، حاجة غريبة. في واد حير ناس كتير، حير ناس يعني ولد. في ناس على فكرة بيبقى ساعات عندهم بريدي كارد جامدة جدا من كتر ما هو رياضي فعلا. عنده لياقة بدنية جامدة جدا. عشان تبقى عارف في نقطة من النقاط، فتلاقي في ناس كده بيقعد يلعب رياضة، فلازم تسأله يشيك الواد يكون بروح الجيم، بتروح الجيم يالا؟ يعني ساعات يجي واد كده وبعدين تلاقي الواد بطنه ولا تيجي تمسك النبض كده ايه ده؟ النبض بطيء قوي. تيجي تساله تلاقي الواد فعلا رياضي. يا ده انت ما شاء الله عليك، انا افتكرتك في حاجه، بس برضه تعالى اي سي جي. ماشي. يعني برضه دي حاجات. هارت بلوك بقى في نوعين كده عشان رسم القلب بس، يعني برضه دي الحاجة الوحيدة في الاريزميا اللي ببص على الليد، اللي هي الليد كام بقى؟ والخضم بتاع البامب برانش بلوك ده في 1. في 1 دي هي المخرج. فانت لو بصيت على في 1 في رايت بامب برانش بلوك هتلاقي ار اس ارضيش، يعني انت بص على في 1 كده هتلاقي سنة ار صغيرة، وبعدين راحت نازلة اس، وراحت طالعة ار داش حتى باينه في في 2 كده. اول ما اشوف المنظر ده دي رايت باند برانش. طب هي رايت باند برانش بلوك
هي أين موقعها في ريبورد، في الريبورد، في الكيورس كومبليس، في الكيورس كومبليس. يعني أنت لما أقصى كده عايزين بقى نفتكر نفس الكلام برضو هنا. بصوا كده على في واحد عادة، يعني في الليفت باندل بيبقى في واحد عادة كيو اس باتر، بيبقى في خمسة وستة بيبقوا ايه نوتشن حرف ام. انا عايز اقول حاجة انه الكيو ار اس كومبلكس فيهم ليفت ورايت اكسس، بشوف فيهم الليفت يعني هقول لك عشان تحفظ ليفت ورايت اكسس، ليفت ورايت فنتريكل، ليفت ورايت باندل، و الباثولوجيكال هو ده اللي ايه. بعدين انا لا مؤاخذه لما باجي بشوف الاكس، هو بتشوف الاكسس فين؟ ليد واحد ليد واحد واي في اف دول اهم اثنين، وبشوف الفنتريكل لارج من في 1 وفي 6 فنتريكل لارج، بشوف الباند برانش بلوك في في 1 بالتحديد، وبعدين الكيو عامل زي الاسك سيجن ببص عليها ريجونال في الانفيو ليدز او الانتيو ليدز. خليها كده عشان تبقى عمليه ايزي بس خلاص كده. هو ده الايه؟ تبص تلاقي مفيش حاجه تاني. خش بقى على الاي في بلوك، اول نوع من الاي في بلوك اللي هو الاي في نود. ده بقى اللي هو الاي في نود بقى، هو ده اللي يهمني اللي هو ايه بقى السي دي؟ فيرست ديجري. فيرست ديجري برضه ده على فكره يعني فيرست ديجري ده يبقى بص كده عليه، بص كده عليه هتلاقيه البي ار انترفال كام؟ هو قاسها كلنا عارفين البي ار انترفال بتبقى من البيجيننج اوف بي للبيجيننج اوف ايه؟ كومبلكس، مش كده؟ ومفروض تبقى اقل من كام؟ يعني هي اقل من مربع كبير، مش كده؟ طب لو زادت عن مربع كبير تبقى كورونا. الشورت بي ار دي قصه ثانيه، ده الولف. فهنا الراجل قايسها طالعه قد ايه تقريبا؟ طالعه قد ايه؟ قرب المربعين. طب هي قرب المربعين، طب شوف اللي قبلها كده، قيسوا البي ار اللي قبلها. باينه قوي يعني حوالي مربعين من بدايه البي بدايه الكومبلكس، شايفينها ولا لا؟ يبقى برولونج وفيكس، وده فيرز بي ار لو. وده على فكره برضو بيحصل اثناء الديب سليب مع الاسليبس. في ناس هو كده، هو عنده كده بس ما عندوش مرض. طب ايه حله يعني؟ ما فيش حاجه، بس هي مجرد متابعه. ان انا ابقى انا عارف نفسي ان انا عندي فيرز دي هارت بلوك. برضه طالما عندي فيرز دي هارت بلوك يبقى مفيش داعي بقى تديني كيش دايس، مفيش داعي تديني بيتا بلوكر. طالما عندي ضغط، عندي ضغط ما تدينيش بقى بيتا بلوكر بقى، بعيدني عن الهم ده، اديني اس ارس، مش كده؟ السكند ديجري بقى، بس استنى بس عليا. الفيرست ديجري كده ممكن تقراه، اقرا الفيرست ديجري. يعني ايه نقراه؟ يعني زي ما قلت لك ايه؟ اقراه استهجاه يعني. ابص اهو بي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، افري بي فولو باي كومبلكس. يعني كل امبلس في الايتريم وصلت الى الفيلم بس وصلت في زمن اطول. تعال نشوف بقى السكند ديجري هارت بلوك. هتلاقي الايتريم بيضرب 80 بينزل منهم 60، ده اللي هو السكند ديجري بقى. يعني معنى كده ان في امبلسز ما بتوصلش خالص. في نوعين، النوع الاول اهو بص على طول موبيتس تايب 1 اللي هو اسمه البنك باخ. ايه البنك باخ دي؟ البنك باخ في نوع من اوكي؟ عباره عن ايه؟ اقرا شوف لي اول بي ار انترفال اللي هو مشاور عليه حوالي قد ايه؟ أربع مربعات صغيرة، صح؟ يعني مربع دي صفحة كام؟ 2.8. ده مربع كبير إلا حتة، خلاص؟ طب وبعدين؟ البي آر اللي بعدها مربع كبير وحتة،
بيقر اللي بعدها مربعين الا حته، يعني عماله تطوم تطوم تطوم، ثم بي ثم بي. في هنا ايه؟ بي بي، في ما بينهم خط فلان، مش كده؟ ممكن الخط الفلان ده تعمل لي عليه اللي انا قلت لك عليه، مش انا قلت لك عليه بقى عليه شبح لبس. في دروب كومبلكس ده الموبيت ستايل وان ده على فكره هنا الريست اهو هنتكلم عليه، يعني اللي بيبقى كومن ولا مش كومن. التاني بقى اللي هو الموبيت ستايل، بس بص بقى في الاخر خالص رجعت البي ار انترفال زي الاول، تطول 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 الباب يقفل الانبوكس ما تعديش ما فيه، وبعدين ترجع تاني. اللي تحتها بقى يبقى اسمه ايه بقى؟ ايفي بلوك ويز ريشيو، ايفي بلوك ويز ريشيو. فتلاقي مثلا، بس انا متعمد اجيب لك ريشيو اللي هي 2 لواحد والترنيتنج مع 3 لواحد، يعني ممكن تبقى ثابته. يعني مثلا ايه فاوت اول بص، يعني طب اقرا معايا بي كي ار اس بي كومبلكستي، اول حاجه بي كومبلكستي، ثم بص بي بي كومبلكس، وبعدين بي 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 كومبلكس، وبعدين بي بي كومبلكس، يعني واضح ان هو ايه في هنا الترنيتنج ريشيو 2 لواحد او 3 لواحد، ساعات يفضل 2 لواحد على طول، وساعات يفضل 3 لواحد. النوع ده مين الاخطر؟ ده اخطر من اللي فوق، يعني هو الهارت بلوك هو هيركب اسمه، بس النوع اللي تحت ده هو ده اللي ممكن يعمل هذا الستوب اتاك فورية. عشان كده ده لازم اجري واعمل له ايه؟ البيس ميكر عالم. يبقى هنا الفكره، لان الادم ستوك عباره عن ايه؟ ان هو ان الامبلسز عماله تطلع من الايتريم كذا واحده، بي 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 بي، مفيش حاجه عايزه تنزل، راح الراجل نازل في الارض اسيست، ربنا سائل بقى راحت الامبلس رجعت تعدي تاني، راح الراجل فين؟ ايه اللي حصل يا عم؟ ده انا اغمى عليا يا ابني، والكولونيا بقى والحاجات اللي بيعملوها دي يا حبيبي. لا خلاص ده بقى كويس يا راجل، وخلاص الموضوع خلص. يبقى اللي يجيبوا سيليكون يعملوا ايه؟ لا ده انت تمسكه تشيك كارديو فاسكولار سيستم كود، ده عايز يتفحص ويتسمع ويتقاس ضغطه ويعمل دي سي جي ويعمل هولترز وايكو. انت بتهزر، هو اغمى عليه ليه؟ بس يعني ما تخافش. انتوا كويسين ما فيكوش حاجه، انتوا كويسين، بس انت عشان الارهاق بس. واحد زي حالاتك مثلا طبعا لما يحصل له كده هيقول ايه؟ اصل انت بس تعبان عشان الشغل وبتاع. لا اعمل انفستيجيشن، لان ممكن يكون عندي حاجات مني ما اعرفش اعرفها عندي ايه، لو حد عارف حاجات راح طب هوب خلاص ازاي؟ فدي نقطة مهمة أوي. طيب نيجي بقى للكومبليت هارت بلوك. الكومبليت هارت بلوك عبارة عن إيه بقى؟ انقطعت الصلة ما بين الإيتريام والفنتريكل تماما. يبقى الإيتريام شغال بإيه؟ بالإس إي نود، والفنتريكل شغال بإيه؟ بالإيتريام. فهنا سؤال بقى، اولا انا قلت لكم حاجه، قلت لك الراجل ده عنده برادي كارديا بس البلس ريجولار، يعني تبص كده انت هتلاقي عنده ايه؟ ما انا اقول لك اهو في كومبليت هارت، الايكرام شغال بالاس اي او، والفنتريكل الايتريال ويفز اللي هي البي ويف اكبر عددا من الكومبلكس. مش كده ولا لا؟ وهتلاقي الكومبلكس سلو اند ريجولار، هو ده الايتريال. فانا برضه عايزك تبص على الاي سي جي على طول.
بس خلي بالكوا الاي سي جي هنا فيه غلط، عايز حد يطلعها. ها اصوصه مكتوب على التيوي اه مش كده؟ يعني بصوا اللي بعد بعد الكومبلكس الثانيه في تي، هي تي الحقيقه هي راكبه على البي، هي في بي راكبه على البي. فانا عايز اقول لك يعني انك انت ايه، انت بص يعني ممكن تشيل البي من هنا خالص كاني ما خدتش بالي. ما انا انا ممكن ابص اقول ايه ما فيش حاجه ده تي عاديه خلاص يا مش مشكله. المهم بقى عد معايا البي، شوف في كام بي في الاي سي جي، هتلاقي كتير عدوا كده يطلعوا كام، يطلعوا 13 واحد ما اعرفش كام. طيب عد الكومبلكس ايه ده؟ يبقى مش افري بي فولد باي كومبلكس. طب انا هلاقي عندي نفس القصه هنا، ما هو السكند ديجري هارد بلوك، هل كل بي يتبعها كومبلكس؟ لا، في ما بيوصلوش، ما بيوصلش. هنا بقى في مش كده بس، اولا قلت لك انا على الاي سي جي ده كتبنا ثلاث كلمات، قلت لك ايه؟ البي اكثر عددا من الكومبلكس، ادي اول حاجه. اثنين الكومبلكسز هم اللي بيوضحوا الريت، الريت ماله؟ سلو بس ريجولار، اللي هو الايديو فيديو كيرفز. طب ايه بس ده مش كفايه، ايه بقى اللي يقول لي ان ده كومبليت هارت بلوك بقى؟ اتريو فينتريكولار ديسوسيشن. يعني ايه؟ يعني تلاقي البي ويف تيجي مره قبل الكومبلكس مره بعد الكومبلكس. فانت لو جيت دققت بقى كده شوف انت بقى اوكي ومره بالظبط. اه بس هي باينه، اقول لك هي حلوه فين قوي. بص حلوه فين قوي، امسك الثلاث كومبلكسات اللي هو على ايدك اليمين وتعالى نقرا مع بعض. ما اصل قرايه الاي سي جي مهم، تقعد تقرا ويف ويف كده، تقعد الف ب ت كده. يبقى بص اهي انت كومبلكس ثم بي ثم تي ثم بي، في بي راكب على الكومبلكس كده، ثم تي ثم بي ثم بي ثم تي، وعليها راكبه بي اهي اللي هي في الاخر السنه الصغيره دي. لا ده هنا واضح ان البي ماشيه براحتها، تيجي مره قبل الكومبلكس مره بعد الكومبلكس. يبقى هو ده معنى ايه في ديسوسيشن. هو هنا بقى ساعات يقول لك ايه وات از ذا تايب اوف ريزم، تكتب هنا ايه ايديو فينتريكولار ريزم. هنروح حاطين بقى ان بي على الشمال. السؤال ده احنا لسه سالينه بس الناس موجوده. يعني احنا قلنا الاي اف الاسم ايه؟ ريجولار. متى يكون الاي اف الاسم ريجولار؟ لو معاها كومبليت هارد بلوك. دي نقطة مهمة أوي. أنت بتقول طب أنا دكتور أعرف إزاي يا دكتور؟ على الاي سي جي ده هو على طول كده ببساطه، بس المواضيع ساعات بتخش بقى في بعض، فانت خليك حلو خليك في البسيط برضه. بس في حاجات العمق فيها جميل، وفي حاجات كل ما تخش في العمق بقى طب ليه؟ يعني الموضوع اصل لو انت ايه يعني؟ فدلوقتي انت تخيل ان واحد عنده ايه اف دلوقتي خلاص وعمال رزم يغلط، حصل كومبليت هارد بلوك خلاص هيديلك ايديو الرزق. تلاقي الكومبلكسات كلها ريجولا، يعني هيبقى شبه ده بس مفيش ايه هنا؟ مش هيبقى فيه بي. اروح انا جايب لك واحد عنده برادي كاردي، برادي كاردي اهي دي برادي كاردي وريجولار بس نو بي. اول حاجه هقولها له هقول ده ايه اف وعنده بي هارد. ما هو البي مش موجوده ليه؟ في حاجه ثانيه بتخلي البي ما بتبانش في الاي سي جي غير الاي اف اللي هي مين؟ نودال ريزم. يبقى النودال ريزم ده خلي بالك، بس مش كل انواع النودال ريزم بقى عشان هو بقى نخش احنا في الغويط قوي.
مش كل انواع الهدى الرزق. يبقى لما اقول لك ايه اللي يخلي البي ويف مش باينه، واحد اف، اتنين باروكسيسمال ايدرال تاكيكارديا، البي ويف بتبقى مش باينه، ثلاثه سام تايبس اوف نودال ريزم، مش كلها، بعض حالات النودال ريزم. النودال ريزم بقى العلم مش شرط يبقى بطيء، مره يبقى بطيء ومره يبقى اكسلريتد. خلاص كده؟ يعني ده بس دي مجرد حته كده يعني عشان تبقى انت قريب. اوكي. تعالى بقى ايه حكايه الولف ده يا اخويا؟ الولف ده هو انا ما يهمنيش فيه الا حاجه واحده بس. ولف عايز ان هو عباره عن ايه؟ اكسسوري باسوي. اكسسوري باسوي ما بين الايكريال والفنتريك. طب هو ايه الخوف بتاعه؟ ايه الخوف بتاع الولف؟ الولف ده على فكره من احد اسباب الصدر ديس في يونج بيرسون. هو عنده ولف وربنا كلمه الاكسيس الوصوي كده، يعني زي ما تقول ايه الامبلسز كده، ايه يعني مش حبال، تيجي من الايدرم تعدي من الايدي مود على الفنت، والباندل اوف كينت اللي هي الاكسيس الوصوي ده زي ما تقول ايه يعني مضحضر كده مش حلو. جه العمليه فتحت في الاكسيس الوصوي راح بتعب عدليه الامبلسز تبقى ايه مشكله. الولف فيه عيب كمان، ساعات بيعمل ايه اف. عارف بقى لو تخيل بقى واحد عنده ايه اف والاكسيس المصوي فاتح والاكسيس المصوي سريع، تلاقي الامبلس ده ايه؟ بتاعت الايه كوب بتتزحلق على الفيلم كده هوب يقع. انت عارف كام؟ انا كنت اعرف واحد كان عنده ولف، عارف كام شاب قلت لكم كده كان طياره. وبعدين بعد ما اشتغل اتخرج وقعد شويه كده اهو، طبعا هما بيعملوا بيريوديك في الظهر، يعني هو ما يعرفش ما عندوش امانستيشن. وبعدين هي ما تلاحظتش او ما اتشافتش، ما فيش ما حدش لاحظها، او ساعتها الاي سي جي ما اعرفش كان. المهم ان هو اتجاب. طب ده يعمل ايه بقى؟ هيمشوه؟ لا، هيشتغل بس هيشتغل على الطيارين، والطيار ده لا يبقى في طيار فيها في طيار اسمه معلم، في طيار بيدي محاضرات، في طيارين مش كل الطيارين بيطيروا، بس اللي بيطير ده لازم يبقى مظبوط، وبالذات لو حربي. حربي ده ما فيش هزار، طياره حربيه دي ما فيهاش هزار، لازم يبقى مش على الفلوس كمان. وادي التقسيمة اياها سيك ساينس سندروم، يعني كده الاس نود بقى ايه هي اللي فيها العيب، واكتب عليها كده بيسموه اسم كمان انا مش عارف ليه مش كاتبه اسمه ايه؟ كتبناه تاكي كارديا برادي كارديا سندروم، هو اسمه كده. في ناس كده ده بقى يركب بسيفيو على طول، يعني هو طب ايه اللي حصل؟ هل ده سن؟ هل ده هو ديجنريتيف ديزيز في الاس نود، وبيخلي المريض بقى يجي له بقى ايه؟ مرض تاكي كارديا مباشره، وبعدين ممكن يتعرض للارست، فبالتالي يركب بيس ميكر تلاقيه زي الفل. بس هو اللي الجمال في ايه؟ ان الناس دول يتقفشوا قبل ما يختصوا. اقول لك ايه؟ هو طب كويس مات، هو اللي بيموتوا صابت دول بيموتوا من ايه؟ فاركشن، ارسم، بالموري بليز. كل موت المفاجئ جدا. لونج كيو تي سندروم وهو موضوع الساعه. اكتب عنه ام سي كيو. عايزه يجي ريتب بقى عشان يبقى مسج لجميع الاطباء، لان خلي بالك دي احد الطرق التعليميه. هو الناس السؤال عشان ما يضرش الناس اللي عليهم الريتب. يقول
والله يا باشا ايه الاو بي كيو تي؟ في ناس يقول لك ايه الاو بي كيو تي؟ ده في اساتذه ما يعرفش ايه الاو بي كيو تي. الاو بي كيو تي هو ايه؟ عشان مش هكررهولش هو ادانا بنس بس ما تسمعش يبتدي يسمع اه ده انا سمعت كذا يا خبر ده والله الدواء ده انا بكتبه من زمان. اه هو ربنا بيستر كل واحد مغز اللي بيموت ليه؟ الدكتور بيموت ليه؟ عايز ايه؟ اللي مات ليه؟ كلمة واحدة تحفظها لا معاده جه بس معاده جه انت بقى موته فنحن المنفذين رضا الله سبحانه وتعالى بس نفس اه يعني طه كان بياخد الثلاثة ده انت نفدت الوجوب معاده ما جاش بس عارف ليه؟ عشان انت مش دكتور يعني عشان انت دكتور يعني الدكتور برضه تحس يعني برضه ما يصحش راح يموت بطريقه دي هي برضه عشان الادويه طبعا اللونج كيو تي هي الكيو تي انترفال اللي هي من فين لفين اللي هي من بدايه الكيو لنهايه التي يعني مش مهم المعرفه يعني بداية الكيو ونهاية الكيو. المهم خلاص كده بيقول لك دي لما بتطول بتعرض الانسان لفنتيكو التكر. مين ده اللي بيعمل العمله دي؟ اريثروميس سيروفلوكساسين ترايسايكل هالوبيلودول. بس خلي بالك سوتالول حط عليه دايره الاميودارون بيعملوا بس هما ات ذا سيم تايم انتي اريزمك ازاي؟ يعني ايه؟ يا لهوي طب ما انا ابويا بياخد اميودارون بياخده ليه؟ مش عشان عنده في اكسترا ستون او حاجات زي كده ما تخافش ما هو اللونج كيو تي بيدخلني في التيكر تكر بس انا لما اجي اقول لك ايه الكوزز هتقول لي فلان وفلان وفلان حط كمان اسباب ثانيه بس في ادويه انا قلت ادويه دي تاني ايوه نانسي ريتنج انتي هيستامين التلفاست والكلاريتين وفي ناس ايه بقى عمال وزرتك وشغال صح يابا ويتر كمان اللي هو الايزيثروميسين اكس انا خدت ايزيثروماكس وسيبروفلوكسيسين وتلفاست يعني الحمد لله دخلت النار على طول الحمد لله مات دخل جهنم خلي بالك من الكلام ده مش مهم بس ده اخر حاجه من هم الانتي هيستامين يعني كلاس 1 كلاس 2 كلاس 1 بقى اللي هو مين بقى اللي مشهورين فيه قوي كلاس 1 اسمه ايه؟ لينوكين وفليكانيد ده بتخفي الايه وفي ده اسمه ايه؟ بروباد فينون مين يقول لي اسمه التجاري؟ ده هو مشهور قوي قلت لكم اسمه يا اولاد ده اشتغلت في السوق يا اولاد ده اسمه ريتمو نور ده بينفع في ايه في بطنك ريتمو نور بقى انا قلت لك على السر بتاعه السر انت قاعد دلوقتي بس خلي بالك بس ايه ربنا نصر علينا كلنا اه عايز اقول ايه اصل انت مش حمل بس دكتور انت لسه مش حمل العيان يفلص في ايه انت مش حمل انت لسه صغير انت طب انت مالك ومالك انت دكتور يا ابني بعدين تبقى انت امتياز برضه عارف انك انت عملت حاجه غلط وموجود طبعا انت سايكولوجيكالي مش حلو كده هتكبر هتبقى تنح انا عملت اللي عليا وانا راجل عندي علم واجتهاد وراجل مات خلاص عامل له ايه يا عم خلص وبعدين مات نتيجه كومبليكيشن مكتوبه في الكتاب خلاك لما يجي يقعدوني يقول لي خلي بالك دي كومبليكيشن مذكوره في الكتاب يعني انا ما اجيبش كومبليكيشن في ناس بقى بيعملوا كومبليكيشن مش موجوده حاجات تانية دي بقى ليها حساب يعني مثلا دكتور عمل عمليه المريض والدكتور ما اهملش
عمل العملية وراجل أهل المريض بقى في مصر أجرك الله روح رامي جدته عليه. الراجل عنده مثلا 650 سنة تقريبا، يعني هو ميت من زمان أصلا، وولاده بقى رموا جدته عليه. عايزين إيه؟ يشتكوا. خلاص اشتكوا وبيشتكوا اشتكوا تقدم ورق كذا 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 وحصل كذا وفي كومبليكيشن ريكوردد ونسبتها كذا اسلوب محدش يقدر ياخد منها حاجه بس كده خلاص. واقول لك برضه ارفع قضيه ربنا يكرمني يقول لك عايزين مش عارف ايه مليون جنيه تعويض افترى بقى مليون جنيه اقول لك القاضي ممكن يخليه نص ولا حاجه حاجات وسخه دي. في مصر؟ لا في مصر لا ما بتكسبش القضايا دي بس في ناس بتتراضى بيراضوا بعض. لا بس مفيش عامل قضايا بتاع مش عارف ايه وانا ابني هرضيه. في يعني في دكتور بيبقى كويس وحاسس ان هو يعني اهمل في حاجه او يعني بيبقى كده فساعات بيراضيهم. بيحصل قضيه كده نيجي بقى على كلاس 2 هي البيتا بلوكر. كلاس 3 اميودارول والسوتالول. اه خلي بالك بقى البيتا بلوكر كلاس 2 السوتالول ده انتي اريزمي البيتا بلوكر شبه مين؟ الاميودارول شبه الاميودارول سبحان الله. معاك كالسك شبه الكلاس خد بقى عندك الكلام ده كله يعني احنا اتكلمنا فيه يعني الكالسيوم تشانل بلوكر كويسة مع الاسكيميك هارت كويسة في الاكسترستول الفارامامين الانفيوجن كان رائع في الفنتريكولا في السوبرا او في الباروكسيسم ايتا تاكارديا لينوكين في الدوين ما لهوش قوي خلاص بيتا بلوكر حلوين في مين؟ حلوين مع الستريس انديوز مع السيرتوسكوز انديوز مع حضرتك كينيدين قديم خلاص اهو ده الكينيدين اقول لي قلت لك عليه اللي هو كان الدواء بتاع الاي اف وبيقولوا كمان هو مع الديجيتاليز توكسيستي بيبقى مشكله كبيره قوي. الاميودارول ده جوكر ما شاء الله الدواء بس ما يتكتبش في اي حاجه. احنا بقى فينا عيب بالابيوز الاميودارول اصل هو خذ هذه الجمله لا تضرب الناموس بالمدفع يعني ما تجيش يعني يعني تلاقي مثلا واحد عنده اكسترا ستون تافهه جدا وممكن اديله حاجه زي دي تقول له قال ايه واخد عليه فانت ضربت الناموس بالمدفع يعني برضه ايه ان الاميودارول دواء بص ده بيخلي بص يا دكتور بيخلي القلب زي الساعه ساعه بس تبقى حسابك بقى ان هو هيعمل شويه مشاكل بس على اللونج ران على اللونج على بالك. فانا لو هستعمله شورت تايم اوكي هنشوف دلوقتي الاميودارول اهم حاجه فيه علم بقى في اليوز الانتريكولار تاكي كارديا والاكسترا ستول الخطير تكتب وحط كمان يوز اي اف اي اف لا تبقى مستخدم في الهوم اللي هو في ايه؟ اثناء الامرجنسي ايه؟ السامع اه اللي هو الانفيوجن ما مكتوب اهو الدوز على فكره الاميودارول بقى اقول لكم على حاجه حصلت في مصر ثلاث شهور اللي فاتوا دول الاميودارول مش موجود في السوق. وفي قمم ماشيه عليه. فوق قنقر وصادر اللي مفيش حاجه. طبعا حصل مرتين في ناس ماتت يا دكتور في الثلاث اشهر اللي فاتوا. وزير الصحه يسهل على الناس. ماشي؟ يسهل على الناس. ان الشركه اللي هي بتعمل اميودارول اصل حصل خلافات، خلافات ايه وماليات ايه؟ يخرب بيت ابوه. الدواء اساسا بخمس سعر مش مشكله مفيش مشكله. انت عايز تعمل لبش مع الشركه
خلاص. طب ما انا ماسك مثلا عندنا في المستشفى وحده الجرح، وعندنا مستهلكات، وعندنا حاجات مشترات بين الجرح وحاجات زي كده، الشركه دي شركه بتتكلم، انا هطلع هنا اقول ان هم مش كويسين، بس انا الاول لازم اطلب طلبيه يديني 6 شهور، بعد كده اتخانق معاه، لكن ما اجيش اتخانق ويجي يوقفني هو ده اللي لازم. فخدوا بقى البديل اللي حاليا موجود، بديل كويس شغال حلو ظهر، البديل الاخير اسال قبل ما تقول ما تنزلش. كارديو ميرو، كارديو ده بيبقى ايه ميرو، كارديو ميرو هو ده اللي بيبقى بيدور قرص 200 مللي. احنا بنعمل لودنج اورال ازاي؟ 1 في 3 قرص 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، ثم قرص يومين وخلاص، مش لازم بقى تعمل يعني كل الحصه دي. في الامرجنسي بقى مش انفيوجن، مش هتكتب بقى الكلام يعني اهو، انت هتكتب هنا في الامرجنسي 5 مللي جرام انترافينس انفيوجن، يعني انفيوجن اكتب بقى ده في حالات ايه بقى؟ اكتب انهي امرجنسي؟ الفيتيكو تاكارديا وايه؟ وادي السايد افكت بقى الكورنيال ديبوزيت، يبقى هيروح كل 6 اشهر الطبيب الرمد، هيروح كل شويه يعمل سايد فانكشن بالمونري افكت. بيقول ان اللانج بقى لو حصل فيها مشاكل بتبقى الريفرس شويه. وادي الادينوزين يعني مش اشكال بقى خلاص. وبعدين البيس ميكر كلام كده عليهم، طبعا البيس ميكر بروجرام ده رائع، البيس ميكر مبرمج ان هو يزود الهارت ريت ويقلل الهارت ريت، حاجه جميله يعني. يعني انت طلعت تجري يحس بالجاريه، دمك حرارته عالي سخن يحس، اوكسجين قل يحس، مليان سنسور ويواكب الاحداث. بيس ميكر ده حاجه يعني اعجاز. بيس ميكر بقى يا ابني يعني بص يعني عايز اقول لك عامل الساعه اللي هي ما بتعطلش، عامل الساعه الغاليه قوي اللي هي ما توقفش يعني، ما شاء الله. وتلاقي ناس ماشيه بالبيس ميكر 15 سنه وهو اصلا راجل عجوز اساسا. اه معلش، ما هو ساعات بيحصل طبعا اعطال، بس يعني قلما لما يتوقف. وعشان كده بيجوا بعد فتره كده ممكن يغيروا، يقول معلش بتاع كذا ممكن نغيره. طب البيس ميكر غالي قوي، يطلع له قرار على نفسه. بس انت بس احفظ بقى الشكل اللي هو السبايك بتاع البيس ميكر. شايفين البيس ميكر طبعا شايفينه في كده شكل غريب اللي هو عباره عن خط مستقيم نازل لتحت قبل كل كومبلكس، ده اسمه سبايك اوف بيس ميكر، ده شكله. وطبعا ادي نان دراج سيرابي اوبريزميا، تجميع من ضمنها ريدي فريكونس. ريدي فريكونس دي يا جماعه بقت حاجه اللي هو ايه بقى؟ الالكتروفيسيولوجي يستطيع الوصول الى الايه؟ الى المواضيع، يعرف الفوكس فين ويخلص. تمام؟ في بقى الفنتريكولار فايبريليشن، كاردياك اريستو طبعا، كاردياك اريستو ده برضه مهم يعني، برضه عارفين في اف. في طلبه جالهم مره سؤال فنتريكولار فايبريليشن، انا قلت لكم القصه دي مره، فالعيال قالوا ايه؟ العيال قابلوني مره كده، فقالوا يا دكتور تخيل جالنا فنتريكولار فايبريليشن، قلت لهم اه عارف. طب وبعدين؟ بس احنا ما خدناهوش وعشان مش محطوط وفي الريسك يعني، والله في حته والله مش عارف هو فين اصلا. قلت له معلش يا ابني ده نصيبك، سابه وماشي نصيبك. ااا اه ال ال ال
في اف بقى زي ما انت شايف الكومبلكسات، الكومبلكسات شكلها بيزار خالص، شكلها ملخبط خالص. ساعات بقى بيجيبوا اي سي جي، خلي بالك عشان دي حركه نص كم قوي، كلنا عارفين الفنتريك بتاعك. فتلاقي ايه بقى، هجيب لك فراس من قلبي، ايه بقى الفنتريك بتاعك حته كده، الفنتريك بتاعك وبعدين تنتهي بالفي اف. انت تاخد طبعا هو بيديله دي فايل دي سي شوب، وطبعا الدي سي شوب كان بي ريبيتد 3 تايمز، وساعات بيدوا ادرينالين ثم الدي سي شوك. الاميودارون برضه على فكره بيستخدم. الاسيست دي اعظم مثال ليها ادم ستون. يبقى شايف انت الفي اف هو ايه؟ الكاردياك اريست، بس رسم القلب مش خط، مش خط فلات، مش خط فلات. الاسيست دي بقى هو اللي بيبقى فلات، زي الماسيف بالمانجر بريزم، زي العيان اللي عنده ادم ستوك. نفس الكلام برضه العلاج دي سي وادرينالين واتروبين، لو قام حط له بيسميكر. الالكتروميكانيكال ديسوسيشن على ايه خلاف؟ ايه؟ اللي هو مين؟ والله يا استاذه يعني يقال ذلك، هو يعني ممكن يعني قصدك الدي سي شوك ما بتاثرش بالظبط، هو ده الكلام ده يعني يقال ذلك ان هو ممكن احنا. وفي حاجه كمان الالكتروميكانيكال ديسوسيشن، هتلاقي في كتب بتعتبره ايه؟ ان هو مش كارديك اريست. يبقى انت برضه هنا الدي سي شوك فوق حط عليه علامه استفهام، الالكتروميكانيكال ديسوسيشن برضه يعني اكتب ان هو عليه كلام بس ده مش ارست، ده رسم القلب طبيعي وكده، بس هو بيعتبر ايه؟ ان الهارد زاد تمبونات، زاد تنشن الصوركس، الحاجات دي تحس ان القلب ايه؟ انا صاحي بس متكلف. يعني هو ده المعنى بتاع الموضوع. في برضه كده الجزء بتاع الانتي كواجلانت بقى، ده يعني في انديكيشن كونترا انديكيشن، كلام كله لوجيك، مفيش انفاركشن ودي في دي ومش عارف ايه. وفي انواع طبعا زي الهيبارين، وكلنا عارفين الهيبارين بنتابعه بايه؟ بنتابعه بايه؟ بالايه؟ البي تي تي. بس على فكره اللو مولكيولر ويت هيبارين لا يحتاج الى مونيتور. الاورال طبعا الوارفرين، وطبعا ده بنمشي بالاي ان ار. الانتيدوت بتاع الهيبارين كان اسمه ايه؟ الهيبارين بروتامين سلفيت، اما الاورال فيتامين اي. يعني حاجات جميله. وطبعا يعني في بقى اذر انتي كواجلانت طالعه جديده زي الاركسترا، وفي ادويه انتي بليتلت، مش اسبرين بس، الاسبرين والكلوريدوجرام. في الحقيقه العديد من الادويه الى اخره. انا بس عايز اقول لك حاجه، الحته اللي تحت دي انت مش هتقراها دلوقتي، لكن دايما دايما ايه؟ بص، ساعات واحد يبقى عايز يعرف، عارف السؤال ده انت بتساله فين؟ خلي بالك انك انت في حاجه هتبقى يعني محرجه شويه، بس ما تخافش. بعد ما تتخرج هينقصك حاجه واحده. دي انا هعملها، بس ربنا يعيشنا يعني ان شاء الله. انا قدامي خطه كده حاططها في بالي، انا هكمل كل شيء كالر ده وابديتد، وهحط لك عشان نسيب بقى الحاجات والناس بقى تكمل بعدين، لان الواحد خلاص كده تعبت. فانا عايز اقوله ايه؟ ان في حاجه اسمها الجايد لاينز. هبص لنفسي يا دكتور، انا خلاص انا قريت كارديولوجي، بس انا عايز اعرف ايه الجايد لاينز؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني تلاقي الهارت فيلير مثلا الجايد لاينز دي مكتوبه في ايه؟ ثلاث ارباع ورقه او ورقه واحده. يعني ايه؟ امشي ازاي؟ ادي الهارت فيلير وادي الادويه، اعمل ايه بقى؟ هايبر نفس الكلام. انا هتلاقيني قايل لك كلام من كتير على فكره خالص، انت لن تشعر بالغرب، بس هو الفكره عشان العقل الدراسي ما يكفي كل ده. تلاقي مثلا ايه؟ ما
ادي الهايبرتنشن، ادي الراجل اللي عنده ضغط اهو، وادي الادويه اهي. عشان كده انت بتسال يا دكتور ابو بايع عنده ضغط، ده ضغطه كذا، ادي له ايه، لا اتصرف ازاي، شو انت عملت ايه بالسلاح قد ايه، يعني الفارما دي اسمها جايد لاينز. هي دي الناس بس، دي حاجات تعرف دي بتبقى عباره عن ايه، يعني ممكن جايد لاينز الميديسين كله ما يجيش، ممكن يبقى كتيب سؤال اذا ربنا سهلها يعني. انما هو ايه يا اخوي، خش عليه اكتب جايد لاينز التريتمنت فور سيستميك هايبرتنشن، هو موجود قدامك في البتاع. احنا مش عايزين نضايقك ليه؟ لانك انت جيت انت دلوقتي خدك عشان ده موقف مش كويس، موقف مش كويس انك انت وتفضل تخد شركه، هتروح في اي مكان هتشتغل فيه هتمتحن، معاك دكتوراه معاك جن ازرق هتمتحن، مش هتكلم مع الدول الاجنبيه، هتكلم مع الدول العربيه. داخل كده تلاقي فيه استاذ سعودي معاه ما بهزرش، معاه استاذ هندي، معاه استاذ مش عارف ايه، قاعدين لجنه قول لي بقى كذا لو حصل، شوفك انت الجمجمه بتاعتك ماشيه ايه. فالحاجه اللي انت ممكن بس ما تبقاش عارفها الجايد لاينز، يعني ايه جايد لاينز، انا هتصرف ازاي، وبعدين هو بقى يديك حاجات كده يشوفك بقى في الجايد لاينز دي حاجات سوبرفيشال يعني. فتلاقي في دكتور حافظ الجايد لاينز عارفها كويس قوي، بس هو حمار مش فاهم، لان عايز ابقى فاهم الكور واعرف الجايد لاينز كده بقى معلش، وشويه ممارسه تبقى يعني سعرك يضرب في السوق جامد. ده في ناس يقول لك ايه، بص اللي انت هتقول عليه انا هديه لك بس ما تسيبناش ماشي. كل ده طاهر والدرجه الجميله ماني. ناخد رومات الفيبر ولا ايه؟ ايه ده تاني؟ بص الواحد يتحرق رومات الفيبر يعني مش معقول، هات شويه ام اس كيو كده يعني يفك عن نفسه. بس سد شويه ام اس كيو بقى. اصل انا النهارده قتيل معاك، احتمال اعمل بريك كمان صغير عشان اخلص، اصل فاضل ايه؟ الفي اس تي والحاجات دي. الفي اس تي يعني فلو عورت مش عارف ايه. واخلص بقى بقى. ها؟ بس كده يا دكتور. طب تؤمر. بص على صفحة 75 الدياجنوز وأكيد بعد كده الفانكشن في حاجه غريبه كده اسمها سي كي ام بي ام بي 2 على سي كي ام بي اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ دي حاجه تبع لا دي حاجه تبع الكلينيكال باثولوجي شويه اللي هم بيقسموا السي كي
ال بي فراكشن في منه توتال وفي منه اللي خارج من الهارت. فوبيا اسم اللي هو اللي جاي من الهارت على التوتال. اللي جاي من الهارت اللي هو التو والتاني هو ايه؟ ففي الريشيو دي بقى خليكم عارفين. دي برضه نفس السؤال ده اهو سالوا بيه مره العيال عندنا فالعيال ما كانتش عارفين ما حدش عارف. فهم بيعملوا ريشيو كده ليه بقى؟ لانه متعرفين ساعات العينين بيبقوا مضروبين ابر وحاجات زي كده فتلاقي السي كي توتال كله عالي. فهو عايز يعرف المايوكارديال فراكشن قد ايه من التوتال. فلما بيلاقيه عالي الريشيو ده معناه ان هو يعني اكيوت مايوكارديال فراكشن. ولكن يعني هو سؤال مش قوي. طبعا ال بي اتش اس جي بي نعم ريشيو بتبقى وانا مش فاكر ريشيو مش متذكرها بس انا هجيب لكم ها هو ايه الاجابه اه لا هي 9 نورمال ريشيو ريترو ستيرنال تشيست بين. وانا اصلا عملت حركه السنه اللي فاتت مع بعض الطلبه عملت ايه؟ اللي هي الحركه اللي انا بعملها في طب العشرينات. انتوا ما عندكوش كتاب كلينيكال باثولوجي، احنا عندنا كتاب فالكتاب فيه حوالي 25 صفحه في معلومات كده خاصه معلومات عارف ايه؟ عمليه. معظم المعلومات دي هتلاقيها جوه الميديسن بس تلاقيها من الدليل. فالروحانيه جايبهم اقول لهم يا اولاد بصوا هم الحتت دي بس خلي بالك منها عشان تبقى مغطي كلينيكال باثولوجي. دي حاجه كلينيكال باثولوجي عندنا كتير شويه. 75 اه اللي هو الام سي كيو واحد 75 اه فامتحان ناشف. فهو في هتلاقي المعلومه دي مكتوبه بالتفصيل ممكن ابقى اجيبها لك. ريترو ستيرنال تشيست بين بيحدث فيه اكيوت ميديا ستاينايتس بيحصل السيكتنج انيوريزم بيحصل انستيبل انجينا بيحصل سجل سباز بيحصل ايه البرون هول؟ نسيتوه. ده عباره عن فيرال انفكشن بيعمل زي مايوسايتس بلوزي. هتلاقيه عارف فين؟ هتلاقيه في التشست في صفحه البلوزي وتلاقيه مدفوس كده في وسط الكتب العملي في السيمتوماتولوجي رون هول ديزيز. بيعمل انتركوستال مايالجيا ومش بلوريز بقى ساعات يقول لك ايه بيقول لك ايه بلورودينيا يعني يعمل بين في البلورا هو مش عارف ايه هو بالظبط وقيل انه يعني عمليات الكوكساكي هو جاي في حد معاه مذاكرة التشيست ليه لو معاك هتلاقي معاك مش معنى انت تقول ليه سي كي سي كي ام بي از انكريزد ان اول اكسبت ان اول اكسبت كمان ام بي مايوكارديال انفاركشن سوري مايوكاردايتس بيعمل رابدو مايوليسيس مش هيعلي. رابدو مايوليسيس ده هيعلى ايه؟ الام ام فراكشن. انا قلت لك سي كي ام بي وام ام، الام ام ده اللي هو بيطلع بالعضلات. بوست اكيد مايكارديال فانكشن على فكره الكارديو فيرجن بيعليه والانستيبل انجينا بيقول لك ممكن يطلع سنه بسيطه من الاسكيميا البسيطه اللي حصلت لكن ما يحصلوش ماركت رايز زي الفانكشن. All of the following drug may be used in congestional failure except. هل انا ممكن استعمل سبايرون لاكتون طبعا كارديجيول ايجوكسين كابتوبرين هل انا هل احنا جبنا سيره الكوبرا الحلول؟ طب ليه انا ما استعملوش؟ عشان نون سيلكتيف ممكن يعمل لي برونكوسباز وان
النون سيلكتيف بتعمل اكتر بريفرال فازيكول استريكشن. انا بالعكس عايز اعمله بريفرال فازيكول ريديشن. خلي بالك ان الفرق جامد ما بين السيلكتيف والنون سيلكتيف. سؤال ايه؟ انا نطيت اسئله؟ معلش طبعا عشان ماشي. ويتش انزايم رايز ايرلي في الاكيوت مايكارديال اس جي بي تي ال بي اتش مين؟ اللي جاي الاول موسيقى ايه؟ ايه جي تي ده راح؟ ها؟ هو ده شكله اللي هو الجلوتاماين اللي هو جي جي تي بتاع الليفر. هو بيلوش بس بيديك اي بتاع في حته كده. والاس جي بي تي ما بيعلاش اصلا وبيحط انزيمات. يعني ده جاما جي تي اللي هو جي جي تي المفروض ريفرس سبليتنج اوف سكند ساوند بيحصل في مين؟ ليفت باندل. يعني ايه ريفرسن؟ يعني الاورت الكومبوننت اتاخر فالبلمونري كومبوننت سببه. طب ايه اللي بيأخر الاورت الكومبوننت؟ قلت لك من ضمن اللي بيأخره عطل الكهرباء. عطل الكهرباء زي مين؟ ليفت باند ترانشفورم. تريتمنت باي هيبرين از بيست مونيتورد باي طبعا بي تي تي. بي تي تي طبعا شغال. اول اوف ذا فولوينج مين بروديوس انهبيشن باي سريبرون امبوليزم اكسبت مايكرويد فاليو لابس ممكن يعمل؟ مطروز يعمل ولا ما يعملش؟ طب بصوا نقرا السؤال على بعضه واختاروا. احنا عايزين اكسل. ايه اف يعمل؟ بالتالي يعمل. اندوكاردايتس يعمل. هيميبليجيك ميجرين في حاجه اسمها هيميبليجيك ميجرين. سمعتوا عنه؟ بس عاد بيقلب الغنم يعني. طب رايت اتريال ميكسوم. بس بص بيقول لك رايت. رايت مش ليفت. تروح بالمونيا. اكسبت رايت اتريال ميكسوم. البرولابس ممكن يحصل له ايه؟ اندوكاردايتس. هذاك هو الكاهين كاتب رايت. طبعا انت بقى مش نايم. مش شايف قدامك. رايح الصبح مش عارف شكلك لازم تروح وانت في افضل حاله. ولا بس انا مش بقول الكلام ده على الطباطم يعني. وانا هكتب لكم ان شاء الله على الموقع ليله الامتحان. استحمى ونام. بص هتلاقي بص مكتوب كده استحمى ونام ولا يهمك. ولا يهمك. وتنح بقى. بص اديها تنح بقى. تبقى داخل كده بص خش الامتحان بظهره. بروجرام نولول كان بي يوز ان اول اكسبتس. انا سبت سؤال طب قبل نسيبه خلاص. The drug of choice in management of باروكسيسمال سوبر فيكيبر تكارد. مين؟ فرابانيل ولا ادينوزين؟ كان الاول يقولوا فرابانيل. احنا قلنا ايه؟ ادينوزين. هذه هي الاجابه. شفتها ازاي؟ بروبرانولول كان بي يوز ان اول اكسبت. طب هي ما احنا قلناها هارت فيلير ما مش هيستخدم هارت فيلير. بس طبعا الفكره هو يعني هل هو بيعالج الهايبر تنشن؟ ما هو بيعالجه بس ان يوجوال استعمال. بس طالما قال لي هارت فيلير مش هكتبه. هارت فيلير محتاج بيتا بلوكر معين او بطريقه معينه مش كده ولا ايه؟ ايه رايكم؟ هارت فيلف كومنلي افكتد في الاي في دراج ابيوزر ترايكاسبيد فان تكتب اكيوت تي اي فينتريكولار تسلم. فانتريكولار
follicular fibrillation is best treated by اميدرون ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع كاروتيد مساج اهو ده اللي ناقص اي في لجنوكين اي في بيتا انتوا شايفين ايه؟ بيعمل بي اف يا عم بيعمل بي في سي يا عم بي ويف الاي سي جي از ابسنت ان بس استنى بس استنى معلش بص مكتوب ايه اف فلاتر هايبو كده بص مكتوب تحت نود الريزم النود الريزم بعض الانواع تخفي البي والبعض لا يخفيها بس هو حط ايه اف فانا حط ايه اف اختارها نعم وليد برضه يا استاذ احط ايه اف بص يا استاذ اصل بص في السوبرا في تيكا تاكا عارف موقف عارف موقف البي ويف ايه؟ ايوه موجودة بس مدفونة أو ساعات تقول لك أبتركت شكلها غريب أو ديفورمد أو مش شايفها هو حط إيه إف أستجري ما علمش عليها وليه ده استكر مش في أولويات يا ابني يقول لك أولويات المرحلة كل واحد يطلع يضرب الفوقيه أبقى أنا وزير يا عم وأروح نازل إيه ميدان الأوبرا أروح أجيب لي كام قميص وبدلتين بس نقعد شويه انا عايز ابقى وزير ليه بقى؟ عشان الناس تشاور عليا تقول لي الوزيره اهو تعمل ايه؟ مشكله كل واحد بيشتغل لنفسه انا بس عمرنا ما نتكلم عشان عمرنا هو ده برضه ده فيدباك من دولة الدولة لو هي بتعمل اللي عليها اتجاه المواطن هتلاقي على طول المواطن يعمل اللي عليه اتجاه الدولة تروح في أي دولة كده متقدمة يقول لك أنا بلدي شايلاني من على الأرض شيء شيء من على الأرض يبقى أنا لازم أعمل كل حاجة عشانها وعشان تفضل هي في المقدمة أو أنا أقدم على نفسي وعلى بلادي وعلى احفادي ان بلدي هي ابويا وامي ده فعلا هناك كده ضرايب ادفعها كل حاجه اعملها صح ان هم شايلينك على ارض شيء بلاد قويه اقتصاد قوي مفيش حاجه كده اسمها حرامي حرامي كلمه حرامي دي مش موجوده في القاموس اصلا شو الوسخان بيقول لك تحت الترابيزه شعب وسخ سبع تلاف سنة وساخة سبع تلاف سنة انت بتتكلم في ايه؟ قصدك ايه؟ الفساد من سبع تلاف سنة خليته بس مش وزير يجيب ميدال طلب ميدال طيب بس هو خلي بالك مش عارف لا مش بتكلم على الوزير في السكول ده هو ده اول واحد يعني بعد ما ادراك ممكن يبقى مظلوم يا دكتور وعلى فكرة الكلام ده مفروض يبقى بص ما تظلمش بص على فكرة مش انا قاعد قدامك اهو انا قاعد قدامك اهو الواحد يعني الحمد لله رب العالمين ماشي بما يقول الله طول عمره ممكن يا اخي البس تهمه اوكي واخش السجن يقول لك شفته سما ده طلع حرامي وطلع بيهرب من حضرات ابن الكلب اللي عمله انا بقول لك كده بص ما تظلمش حد يمكن يا ابني حد ملبسه خازوق وراح تلبسه فيه بس وانت عارف بقى الاعلام بقى عندنا بيهيصه ما تظلمش انا مش بتكلم عليه والله انا بتكلم عموما طول ما انت بتشتغل لنفسك الى ده انا عامل عايز ابقى حاجه ولا عايز اروح في حته ولا عايز ايه هايبر ثايرويد هارت ديزيز از مانيفيستد باي ها قولوا يلا بريكاردال افيوجن ده الميكسيديما اللي بتعمل بس يا ابو ديمينيشد كاردياك اوتبوت يا راجل ده بيعمل هاي كاردياك اوتبوت prolonged circulation time ينفع؟ طبعا لا ايه اف ده يستوليك هايبرتنشن ده بيعمل سيستوليك والديستوليك بيبقى واطي بص نعم مش هو الهايبر سيرويزم دي بتعمل لو كارديك لا هاي كارديك
which is following is present in most of the patient of subacute combined endocarditis, which is following is present in most patient cases. The murmur, or the osmolar nodule, or the clubbing, or the spleen, or the cosmoid sign. طبعا كاتب يعني عيب لما تكتب كوزمو ساين وانا اهبل ولا ايه؟ كوزمو ساين دي اللي هي ايه؟ ها؟ بتاعت النيك نيمز دي. فمين اللي مهم؟ ايه؟ الميرمر. انا رايي الميرمر برضه هو قال الميرمر هو كلامه صح. اصل الحاجات دي انا مش شرط تبقى موجوده. جرهام ستيل ميرمر في حاله ايه بتشوفوها؟ سيفير بالمونري هايبرتنشن اللي هو ايه؟ بالمونري انكومتنس اون توب اوف بالمونري هايبرتنشن. كومنست هارت فال افتر اكيوت مايوكاردر انفاركشن از مين؟ مين اللي احنا جبنا سيرته في السكيميك هارت انفاركشن؟ مايتر انكومتنس اللي هو بيسموه سكيميك مايتر انفاركشن. عشان كده الناس بتقول يا جماعه خلوها مايتر ريجيرج بقى عايزين نبطل مايتر انكومبتنس عشان الام اي هنا والام اي هنا فبيخشوا في بعض. يقول لك بص الام اي عملت ام اي ايه ده؟ اكيد ام اي عمل ام اي وين ده بقى دماغه بتضرب بتلخبط ده؟ معلش ما اقول لان ما زالت الكتب كتيره بتكتب ام اي برضه ويقول لك ما انت يعني مش عارف الام اي دي من الام اي ده مش معقول بقى يعني. فيعني الناس يقول لك ايه خليها بقى ام ار يقول لك لا ام ار دي معناها انتر انترنيشن مش عارفين نوصل لحل يا ست الكل. الله بريجنانسي اسوشيتد هايبرتنشن شوت نوت بي تريتد بار ممنوع يقيس والاربس كريتوجينيك اكسليتد هايبرتنشن شوت نوت هاف. احنا قلنا هو شبه المليجنة ما عدا تابليدين. هنا مفيش تابليدين. كلينيكالي كومنست تايب اوف شوك از خلاص انتوا احفظوها بقى هي الهايبرتنشن. ما حليناش ايه؟ في صفحه نطيناها والله سؤال كام؟ 54 فرابانيل is indicated in all except. خلي بالكوا بقى يا اولاد يحظر واحنا بندي ليه البيتا بلوكر في الهارت فيل ليه؟ عشان الهارت ريت يهدى. طب ما البرامانيل بيهدى الهارت ريت. لان اللي عمل تاكي كارديا سيمباثيتك درايف فانا بوقفها عن طريق البيتا بلوكر. البرامانيل بقى نمبر 1 مش هيبقى مؤثر والنيجاتيف ايموتروبيك بتاعه مش هيبقى ابسوليوتلي كونتر. بص يا جماعه الكالسيوم شانل بلوكر كلها اتس بيتر تو بي افويدد في الهارت فيلير ويسمح احيانا بالامنيوبيديا. انا قلت الكلام ده مره. خلي بالكوا الكلام ده يا جماعه اللي احنا ده كلام الساعه. كلام الساعه دلوقتي ان شاء الله. بس ادعوا لنا بقى. هعمل لك بقى كتاب الجايد لاين عشان لما يجي الراجل يقول لك ايه ايش تقول في علاج الحاله؟ تلاقي الراجل قاعد بقى كده اصل احنا لا مؤاخذه يعني اصل احنا يا جماعه حكوماتنا احنا اتاخرنا على الدول العربيه كلها واحنا كنا احنا اللي كنا يعني عندنا كل حاجه كل حاجه ما بقاش عندنا حاجه. الواحد بيزعل بقى. فانت وانت بتمتحن هناك خد معاك خنجر. كلينيكا خلاص كده احنا حلينا ده. بس استنوا بس بص بقى الحته دي جميله جدا. الفرابامين بينفع في الاي اف نفس الصاله 54 ما انت بتقرا بقى الجمل بتستفيد في الاي اف كده. سوبر بيتيكا تاكارديا انجينا بجرين بروفلاكسيس اقول لك ده في واحده نديت له مره الكالسيوم اتشال بلوكر كده يعني عشان الضغط. ف
هو كان مصدع يا عيني من المجرين مش من الضغط. فالراجل يعني مش عايز اقول لك بقى مهم بيه اهو. هو كان عنده هايبر تنشن بس في مجرين معاه، فهو بقى عيني فاهم ان ده مع ده ولا انا متذكر كده. فالمهم اديت له ديلتازم، فثبت ان الديلتازم والبرابانين كده ينفعوا جدا في المجرين. يلا قولوا بقى دي. يا اما تعالي لي يا اما انا تعبت يا اما تعبت يا اما. جاجلر فينس بريشر از يوجوالي انكريست ان كارديوجينيك ولا هايبوفوليميك ولا انفلايتيك ولا سيبتيك ولا طبعا كارديوجينيك، لان الكارديوجينيك شوك فيها حاجتين متعاكستين، لو ارتيريال بريشر هاي فينس بريشر. ايه ايه تولست كل انت عايز ايه توقع بس ما مش في حاجة ناقصة؟ والله أنا دي هنا فين يا ولدي؟ حليناش دول؟ لا قول يا بنتي أنا مش واخد بالي. لا حليناهم يا أستاذ. على فكرة في مشكلة في بكرة، بكرة عايز أديكوا الدرس يعني ممكن هناخده برضه بكرة، بس ممكن ناخده يعني متأخر شوية، بس مش متأخر يعني الساعة 12 يعني نخليه كده بعد الظهر يعني. لا مش واحدة يعني أربعة كده ينفع؟ إيه؟ ده بكرة بس يعني ولا إيه رأيك؟ إيه يا أستاذ؟ بجد والله هتيجوا يعني؟ بص لو ما جيتيش أنا مش هشرح هديكوا بكرة عارفين ايه بقى؟ هديكوا برنش بيتزلط على طول. لا ايه؟ لا لا ايه ده تقولي جماعة ما اقدرش اصبوك ما تقولش ده مهم المراتيزم. المراتيزم ده ممكن يا استاذة تفتين يخلص، هي تفتين التفه بشطر. يا عم ما تخافش يا عم انت، بص هو ايه تعليم زي الديان ما خدناش وسط خالص. طب احسبهم لي بكام هيطلع ب 3 جنيه مش هجيب 2 جنيه هدي الطول 5 جنيه في ايدي وانزل هات لك حاجه من بتاعك. الله شو ده والله. لا يا استاذ بص انا بقى. انا حصتي البيور بتاعها كام ساعه؟ لا لا بالظبط ده 5 بالبريك. لا غير بريك يعني احنا 4 ان شاء الله يعني الساعه 4 ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني 9 كويس. 9 كويس ولا متاخر؟ متاخر انت عايز تمشي انت ها. طيب طب تحبوا تخلوا الميعاد يبقى مثلا استنى افتكر كده وبكره الاربعاء بكره الاربعاء نخليه ثلاثة كويس. ما تردوا عليا قولوا لي حاجه يا اولاد. يعني ثلاثة العصر بيبدا امتى؟ كام؟ حلو نصلي العصر ونبدا وانا هخلص بدري بس ما تقوليش سبعة اللي انت فين يا هو في دكاتره يقولوا كده؟ امال لما تبقى نبطشيه تعمل ايه يا استاذ؟ نبطشيه تعمل ايه؟ تهبدي في المستشفى، تبيتوك في المستشفى. خلي بالك وهترجعي بيتك 3 بالليل. ومعروف الستات اللي بيمشوا في الشارع بالليل هم 2 يا الدكتوره يا الممرضه. لا يا باشا الساعة 2 بالليل كده لا دكتورة لا ممرضة هتطلع يعني بس واحد غير بس هتكون مين يا ابني؟ طب يلا صفحة 21 سوري سؤال 21 ولا انا غلطان؟ ايوه سؤال 21
in critical illness the mitral valve orifice is اقل من كام؟ من واحد. هو طيب يعني طيب. Hence the sign is diagnostic of inferior aortic regurgitation. بس علم على diagnostic هو مش diagnostic يعني. هو عايز يقول ان hence the sign ممكن يقول ايه؟ present ان ممكن اشوفها في ايه؟ لكن بص diagnostic. يعني برضو. Which of the following gives rise to heaving apex. يعني sustained apex. Aortic stenosis. انت قصدك left parasternal heave. ده حاجة تانية. ما heaving يعني sustained. يا هلا معايا ولا ايه؟ بجد والله. طمنيني يا بنتي. طمنيني يا بني. والله العلم حلو والله. حلو العلم. Which of the following does not lead to Eisenmenger syndrome? كل دول فيهم شنطات BDA, ACD, VCD, حتى transposition في شنطات. يبقى مش معقول الكوارتيشن يعمل Eisenmenger. مش معقول. ما في أسئلة بقى بتبقى كده في الامتحان سهلة جدا. تمام تك 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 تك. عضوضة. في أسئلة تلاقيها هتنفش. إن شاء الله دي بتعمل بس فيها كونسولت وبتخلص. تلاقي في ناس بقى يفضلوا بقى قاعدين ما يفكرش ها بالذات في الدراما اللي قاعد هما هو سامع العيال بتفكر وهو بقى مستني ها يا جماعه رسيتوا على ايه؟ البنات بقى طبعا البرستيج بقى تلاقي بص عامله ايه؟ هتعمل كده بس طقطق قدام سيجل ميرما يعني ايه سيجل؟ نورس حد عارف صوته النورس؟ حد عارف صوته؟ سيجل ميرمان is not a feature of acute myocardial infarction acute traumatic fever ده سؤال ذكاء اصلا acute سواء كده مش عارف ايه لوبي مايكرو كلام وسيبك فير في ايده والله بص الاكيوت مايكرو ريجيرش لما يحصل رابتشر ما بين او يحصل رابتشر كوردة الديني مع الاندوكاردايتس او اكيوت روماتيك فيفر عملت اكيوت مايكرو ريجيرش اكيوت كل الحاجات الاكيوت دي بتعمل السيجل ميرمر بتدي الميرمر بتلاقي صوت الميرمر او اللي هو حتى اطلقوا عليه قال لك ايه خليها ميوزيكال ميرمر يعني بدل ما يبقى السيستوليك ميرمر كده اهو ادي عم النورس تحب اعمل لك صوت الكلب سهلة جدا. فهو كاتب فلوبي مايترال فيل. هو مجاوبة كيدس. انا رأيي يعني انا مش عارف دي مش عجبان ليه يعني انا قلت بروسيتك. بس هي بروسيتك اندو كاردايتس برضو تمشي. لانه دايما يقول اي حاجة تعمل اكيوت انكومبتنس هتسمع الميوزيكال ميرور. وعارف السيجل ده موجود فين كمان؟ احب اقول لك في صمام تاني في الكالسيفيك اي اس يعني السيجل ده عشان تبقى عارف Which of the following is not an etiology of MI؟ MI هنا المقصود بيها mitral incontinence ايه رايك في المرض الجميل ده؟ سودوزانسوما إلاستيكا الحقيقة هو بيعمل مايتراجيش دي حاجات اللي هي الامراض بتبقى حتى التبص يعني ايه؟ يعني ايه الاستيكال يعني الكولاجين فايبر والالاستيك فايبر ده نوع من الحاجات اللي هي بتبقى في الجنرال ديزيز اوستيوجينيس امبرفكتا ايه ده الدانلوس كل ده اوكي يبقى اكسبت مين؟ يعني هو يعني الركن
بص على السرايس خرب، امي جالها فراكشر عشان ركبها تولع. ده ايه الطب ابن الكلب؟ يعني معلش يعني حاجه يعمل ايه؟ ما مايكر بيديرش. طب وهي مايكر فراكشر تيجي من الركبه يا حبيبتي، ياما ركبها وجعاها، انا خاف على القلب كده. طب هي الانيما 25 دي يعني هتبقى ثلوبي ولا بروستيك فالف؟ لا هي ثلوبي، لان بروستيك فالف ممكن الاكيوت يعمل كومنست اورجانيزم اللي بيعمل الاكيوت اندوكاردايت. طبعا ده ستريبت فريدان، ستريبت فريدان اكيوت صب اكيوت مكتوب كده ستاف ستريبت. ما دكتور ما بيحط ستريبت فريدانز يا دكتور، انا ماليش دعوه بالاكيوت وصاب اكيوت. ها؟ عامل ايه؟ هو صراحة لما يقول لي انفكتيف اندوكاردايتس على بعض كده اقول ستريبت فريدانز. لو جه قال لي اكيوت بقى وصاب اكيوت، السؤال هي الستريبت فريدانز لازم تعمل صاب اكيوت؟ هي العملية فبالتالي هل ايه هم جاوبينها؟ هم جاوبها ايه؟ القديم كاتب ايه؟ عملها بس الجديد عملها برنامج. لا ما انا هقول لك بقى حاجه، بص انا هقول لك بس في هنا بعض الاخطاء. لما يقول لي اندوكاردايس ويسكت انا اقول ستريبت فريدانز، لو قال صب اكيوت اقول ستريبت فريدانز، لو قال اكيوت انا اقول ستاف. يعني بصراحه هو هنا مجاوبها كده، بس دي اعتقد هو الكتاب ده فيه زي ما تقول ترحيلات في بعض. السؤال ايه؟ ايوه طيب ما هو الاكيوت يبقى هنا. طب هو مجاوب عندنا هنا ايه؟ ستريبت ستريبت لا يا ستاف، ستاف اصح بصراحه رايي كده. which is not included in minor. ما بص يا دكتور اوريها لك اهي بص اهي عشان تبقى عارف بس مكانها ما تقلقش خالص يا دكتور. هي موجوده في وسط الكلام بص هنا مكتوب. بص هنا ايه؟ الاورجانيزم 35% من الحالات ستريبت فريدانز، بس هو لما بيقول اكيوت يبقى هو قاصد الستاف. هي دي برضه من الداوى على ما يبدو، دي وجهه نظر. لكن هو عموما طب اقول لك على حاجه يا استاذه، ما هو الستريبت بس ده بشكل عام، بس نقول اكيوت برضه قد يكون. طب اقول لك على حاجه، ما حد يطلع لنا على النت. يلا يا ابني شغل النت، بس اوعى تجيب لي صور كده. لا مش انا، ده واحد تاني. كان في واحد بيجيب صور غريبه. السؤال ايه؟ بيعمل ايه؟ كام في المية في كل واحد يعني؟ ما دي بروبلم. كتاب المسائل. هو ماله عامل كده؟ ما بص اهي الستريبت فريدانز كاتب 50% ستاف 20% انتيل كوكاي 10% ستاف اوريس دكتور ستاف 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 اقول لك هي ستاف عشان ايه؟ يعني ايه؟ بص يا اولاد بصوا انا اقول ستاف كده بعد بستاف فولو باي ستيب تروبا زي ما معلش بقى. ما هي بص يا دكتور مش هتفرق معايا.
كلام بس مش خلاص يا جماعه. هو طالما بصوا هو الاكيوت طالما قال اكيوت وصاب اكيوت هتقول ستيف على طول. يا حبيبي انا عارف الستاف هي الموست كومن. ده في كمان موقع كاتب ايه؟ كاتب ستاف فولد باي ستاف فولد باي. لا كده ما ينفعش كده بقى اسمه يعني في موقع كاتب لك ايه؟ الستاف وبعد كده بيجي عليها سكريبت فريلانس وبعد كده يروح جاي عليها صرصار في الاخر. ايه وجع القلب؟ مش معقول بقى يعني. طيب نيجي بقى فين تاني يا اولاد؟ صفحه كام؟ سؤال كام؟ 28 which is not included in minor manifestation of Jones criteria. هو مين؟ هنقول مين؟ elevated antisteroplastic ده مش تبع Jones criteria خالص. ليه؟ لان Jones criteria اتعملت على ان يكون هناك الارض الصلبه اللي انا واقف عليها ريسنت سيرتوكوكال بالانتستيفاسفورد. لكن التتر ده نفسه مش محطوط في الايه؟ يعني جونز كرايتيريا معمول عليه على اساس ان هو يبقى موجود. لو هو مش موجود الاي اس او ده يبقى ايه؟ يبقى مش which is not major manifestation of rheumatic fever. ها ريسيما نودوزا ولا ميجور ولا ماينر. هو بص هو كاتب ميجور ولا ميجور ولا ماينر. ريسيما نودوزا ملهاش دعوه خالص بالايه؟ بروماتيك فيبر. لكن هو لها دعوه جنرالي ان هي بوست ستريبتوكوكال. وانا ليه حاططها في البرواز؟ عشان عشان في ناس بتروح متلخبط في الحكايه دي. دايستوليك شوك طبعا ده في حالات ايه؟ is not found in هو الدايستوليك شوك اللي هو بالبابول سكند ساوند. يعني عايز بالبونر هايبرتنشن يبقى عمره ما يبقى موجود في البي اس. لان البي اس ده بيبقى عنده ايه؟ ايه رايك في اللفظ ده؟ بالمونري هايبوتنشن. لفظ وحش قوي بنسميها بالمونري اولوكيميا. ايوه فبالتالي يعني بالمونري بريشر واطي. بالمونري بريشر واطي. انسيدنس اوب انفكتيف اندوكاردايتس از ليست ان مين اكتر مرض ما يجيش فيه الاندوكاردايتس؟ از سادن ديس يحدث ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت اف ولا ماسيف مايوكارديال انفاركشن ولا في اف ولا ماسيف بالمونري امبوليزم لونج كيوتي سندروم. يا اخي انا شايفه كله يعمل الله يخرب بيت ابوك. ايه رايك؟ ايه؟ بس انا برضه يعني هو بس هو ليه بقى قارن ماسيف مايوكارديال انفاركشن اللي فيها مو في اف ده هو مات خلاص تقريبا. ماسيف بالمونري امبوليزم برضه مات. لونج كيوتي هو ده برضه اللي بتاع الصدر. عشان كده خلي بالك sudden death في young person ابحث عن long QT والهوكر. العيلة دي تعمل لي ECG كلها لان في ناس عندهم long QT ثانيا موجودة مشكلة ثانيا. ايه رأي بقى وانا عندي بقى long QT ثانيا بس انا كويس رحت انت مديني بقى واحد ايه زيسترو ماكس على واحد سيبرو رحت مديني التلفاست انا كده موتت موتة بتتكلم موتة فظيعة بصراحة. طيب بس كده كاري كوب ميرمر فاوند ان اكيوت روماتيك فيه. طيب ممكن نعمل مش بريك نفس. انتوا جربتوا تمرين الانفاس ولا لسه؟ طب طلع بقى السايكاتري هديك حته صغيره وبعدين هديك بعد السايكاتري كمان هقطعها شويه سخريه.